يا جماعة قبل ما نبلش حديث أنا حاب نوه على نقطة إن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون طلعت بتابع برنامج حمصوت بحيث بعد الحلقة الماضي عاقبت المقدمة مساء إقبيق على السؤال للجمهور من هذا أبو علي وأبو علاء أبي علي وما جنيت على أحد. هون حابب أقول كلمة صغيرة مؤسسة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، إذا أنتم حابين تنزلوا المقدمين على الأخطاء اللي عم يعملوها مشان الإنصاف، ما هي الحالة اللي عملت أخطاء؟ الحلقة الماضية طويلة فيكم تحضروها كلياتها، وكل أسبوع نحن هون حنعرض لكم بعض الشغلات اللي عم تصير عندكم، لأنه بعرف أنتم كثير مشغولين وما عندكم وقت تتابعوا التلفزيون اللي أنتم عم تشتغلوا فيه، لا تخافوا نحن عم نتابعه وبعطيكم ملخص كل أسبوع تقريبا شي 10 دقائق. المدارس بلشت، وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله يا رب يكون عام نجاح وخير على كل الطلاب. أعزائي الطلاب إذا عندكم أي استفسار أو أي سؤال عن أي موضوع بخص الدراسة والتعليم فيكن تابعوا الفضائية السورية لأنه مثل ما بتعرفوا أنتو هي على طول مع الحدث وأحياناً قبل الحدث بشهرين. كتير حساس خصوصاً أنه إذا بده يجي أو يدخل المدرسة. اليوم كيف استقبال مدرسة عبد الرحمن الغافقي؟ كأنه هني مرسوم على الحيط واحد بالبوكسر. مظبوط هيك ولا أنا عيوني عم يفرجوني شغلات تاني؟ لنبلش يا الله. أعزائي بالفضائي السوري ممكن هلأ نبلش نعمل تقارير عن المدارس إنه الوضع هنيك تمام منشان الأهالي يطمنوا لوين هن عم يبعتوا أولادهم ونخلي الطلاب ينبسطوا إنه مدارسهم تأخذ العقل. بس يعني لسه في حاجة للطلاب والأهالي لدعم، يعني النية موجودة والعزيمة موجودة عند الطلاب وعند الأهل، بس الوضع المادية والدمار اللي تحصل يعني يحتاج شوية دعم. بجنن بغير العقل هذا الحكي. بس عزيزي المعد ما بكفي هيك مقابلات مع الأساتذة، بدنا صور عن هاي المدارس اللي أعادوا تأهيلها. الوزارة أن 14 ألف مدرسة باتت جاهزة بعد أن تم تأهيلها في مختلف المناطق بلا المدارس. ممكن يا معدة تفرجينا شو في حوالين المدرسة؟ بلا أنه الطالب عم يدرس يا أخي بمدرسة مرفهة وإلى حيطان وسقف. فينا فرج الأهالي إنه الطالب هو عم يروح على المدرسة، في شيء بيشرح نفسه، بيغير له النفسية تبعه، بحس الزلمة رايح على العلم ومبتهج بهذه الحياة. النشاطات نوصل للأطفال، الشيء الجميل إنه نحن عم نلاقي. وقف التقرير يا مخرج. يمكن بس هاي المدرسة هيك يا جماعة، في شيء مدرسة تاني أعادوا تأهيلها بس إن شاء الله ركزوا، بدنا مدرسة بترفع الراس، مدرسة صايرة مثل العالم وما أنا مهدمي، أعطوني لشوف. إعادة المدارس إلى وضعها الطبيعي كل المدارس. وقف البث يا مخرج. أعزائي بالفضائية السورية الله يعطيكم العافية، بس هون الأب اسمه أليكسي ضيفه همزة بما أن نحن عم نحكي عن التعليم. هاي اسمها همزة حطوها على الأليف. بلا تقارير إعادة تأهيل المدارس بلاها حد البلي. في شي تقرير بسرعة عن الكتب إنه عم نوزع كتب للطلاب، هذا الشغل اللي نحن بنعملها كل سنة على فكرة، فيعني الموضوع ما له بحاجة لأي إبداع، كاميرا عم تصور واحد عم يوزع كتب. بإذن الله مع نهاية العام الدراسي نكون استوفينا كل توزيع الكتب على تلاميذنا الأعزاء. من هون لآخر السنة إن شاء الله بنكون خلصنا توزيع. والله يا أخي أنت عم تجور على حالك يعني مشان صحتك، ما من هون لآخر السنة كمان يعني حرام عليك، مثلا من هون لخمس ست سنين نحن بنكون خلصنا توزيع كتب هاي السنة، هيك منطق أكثر. بلا الطلاب يا أخي بلا الطلاب، خلونا بالأساتذة. يعني ممكن هيك نفرجي نحن المشاهد إنه أمورنا تمام والأستاذ يسأل والمسؤول يجاوب ويسألوا عن أي شيء يا أخي بخص التعليم أو يسألوا أي شيء عن الأساتذة يعني برات الموضوع. بدي تحسين واقع المعلمين، تحسين ظروف المعيش. ما يتعلق بتحسين واقع المدرسين، أنا أقول بكل صراحة هذا الأمر ضمن النطاق الحكومي كاملا، ليس الأمر يعني فقط لما يتعلق بالمدرسين، وهذا طبعا هناك فريق في الحكومة يعمل على هذا الموضوع. يعني لك يا عزيزتي الأنسي حكون معك واضح وصريح، يعني ما بعرف انت ليش هيك قاعد عم تحكي. اذا عندك اي مشكلة بخصة التعليم بعد اذنك روحي اسألي وزارة الكهرباء او الغاز. والله انا ما بعرف شلون واحد يحكي معاكم، اصلا معروف هذا الحكي وحتى بسويسرا هيك بيشتغلوا. من دقيقة كان لابد من الحديث عن مناهج المدرسية المتسارعة لاطفال اللاجئين، فينا نختصر بدقيقة؟ ممكن تحكي لنا عن اللاجئين والدراسة بس بعد اذنك بسرعة هيك بدقيقة، يعني بحيث ما حدا يفهم عليك شو بدك. يعني مثل ما بتعرفوا انتم ما في عندنا مشاكل لاجئين بسوريا الحمد لله، ما في عندنا هاي المشكلة ابدا، فضل هيك نمرقهم باخر البرنامج بدقيقة بسرعة بلا سؤال بلا اي شيء وما حدا يفهم عليه، وتتر عم ينزل والاضاءة عم تنطفى والزلمة ورا عم ينظف بلش يشيل الكراسي وهذاك عم يرشرش مي، انه يا ما في شيء ما في شيء. ممكن شيء مذيعة ما تجيب ولا ضيف ولا تاخد اي تقرير من برا ولا تعمل اي اتصال وتحكي عن موضوع الدراسي لحالة ضمن الاستديو بدون ما نعمل ولا خطأ.
خليني انتقل إلى أحد التعليقات، حيث وصلنا من أحد الأصدقاء: مصروف المدارس لولدين، ملابس 22500، دفاتر 6000، حقائب مدرسية 12000. لأنه ما حدا بتابع صفحة الفيسبوك تبع البرنامج، ففات الأدمن تبع هذا البرنامج على صفحتهم على بوستهم، ترك لهم كومنت، أو هني أخذوا هذا الكومنت بالبرنامج إنه كتب لنا أحد الأصدقاء. سكروا لنا موضوع الدراسة والتعليم، يحرق أخته.